ترامب الذي لم يترك المشهد الإعلامي يوما بعد يوم، تزداد التوقعات وربما لدى البعض القناعات بأنه عائد لا محالة على الأقل للمشهد الانتخابي مع بايدن في ثنائية جديدة، لعبة سياسية بين الطرفين وإن كانت في مناخ يبدو مختلف. هيلي التي ظلت معولة على حلم استبعادها لن تستطيع الصمود حتى النهاية، سواء بالنسبة لحلمها أو حتى أوهامها. السؤال المطروح، ماذا لو فاز ترامب بالرئاسة مجددا؟ هل ترامب الرئيس السابق هو نفسه ترامب الرئيس القادم؟ المجتمع الأمريكي عرفه لفترة رئاسية لم تكن تخلو من المشكلات والأزمات، وهو الآن بالفعل يلاحق بعدد من القضايا، ومن المتوقع أيضا أن تبدأ المحاكمات في هذه القضايا قبل الانتخابات الرئاسية. ترامب نسخة 2016، هل هو نفسه ترامب 2024؟ ننقل هذا السؤال إلى ضيفنا خارج الصندوق من ساوث كارولينا، لثميث الكاتب والصحفي. مرحبا بك سيد لي معنا على شاشة العربية في خارج الصندوق. أنت من المدافعين دوما عن ترامب وتنظر إليه من منظور المظلومية التي يتعرض لها، ولكن هل تصمد هذه المظلومية وهذه الروايات التي يقولها ترامب أمام التحديات الحقيقية التي تواجهه؟ نعم بكل تأكيد، فقد رأينا حملة صعبة للغاية كانت قد شنت ضد الرئيس السابق، بالإضافة إلى بعض القضايا القانونية وقضية في فولتون كاونتي جورجيا وفي محكمة منهاتن، وكلها عبثية. وسوف نرى أيضا على غرار ما حدث في عام 2020 و2016، كل هذا أيضا يشير إلى أن دونالد ترامب يجب أن يستفتح له فرصة الترشح للرئاسة، بل بدلا من ذلك لابد من إخراجه من السباق. وبعد ذلك كان هناك إدانة كبيرة للشعب الأمريكي للتصويت لدونالد ترامب. أنها أوضاع غير سارة بالنسبة لنا في الولايات المتحدة. طيب، ونحن نتابع ردود الفعل اليوم على ما حققه ترامب من نتائج ومن انتصار فيما يسمى بالثلاثاء الكبير. كانت هناك كلمة للرئيس بايدن قال فيها أن ترامب سيكون مصمم على تدمير الديمقراطية في الولايات المتحدة، وقال أيضا أن الرئيس الأمريكي السابق سيفعل كل شيء للوصول إلى السلطة مجددا. هذا الشعور أو هذا الانطباع ليس فقط عند منافسه، هناك جمهور في الولايات المتحدة الأمريكية وأنت تعرف ذلك يقول أن ترامب سيجعل أمريكا أمريكا أخرى غير التي يعرفها الأمريكيون والعالم. جو بايدن بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي عكفوا على قول هذا الأمر منذ سنوات عن دونالد ترامب، لكن دونالد ترامب بأنه سوف يقوم بتقويض الديمقراطية. لكن ما رأيناه من خلال الولاية الأولى لترامب كرئيس، رأينا أن الخدمات الاستخباراتية قد قامت بالوقوف بشدة مع الولايات المتحدة، ورأينا نتائج الانتخابات في عام 2020. وعلى مر السنوات الثلاثة الماضية رأينا وزارة العدل تحت عهدة بايدن تقوم بمهاجمة الخصوم، ليس دونالد ترامب بل مساعديه ومؤيديه. ما نراه هنا وما يراه مشاهدو العربية أنه لسوء الحظ سوف يظهر أن هذه أنها حرب عالمية ثالثة تستهدف دونالد ترامب. بعض الديمقراطيين يعتقدون أن دونالد ترامب سوف يهدد الديمقراطية، هذا كلام غير صحيح. يبدو بأن هناك سعي لتغيير حقيقة الأمور حول ترامب، وهذا ما عكف عليه بايدن وأيضا الرئيس السابق أوباما. طب دعني أشرح لك هذه النقطة من المنظور الآخر المعاكس لترامب. ترامب شكك في نتائج الانتخابات،
ترامب دعا مؤيديه للتمرد على نتائج هذه الانتخابات، وقيل أنه حرض على اقتحام مؤسسات رسمية. ترامب لم يسلم مقاليد السلطة للرئيس الذي خلفه في تقليد أمريكي راسخ ورصين. وبكل هذه الأفعال يرى الكثيرون أن ترامب ضرب الديمقراطية وضرب التقاليد الديمقراطية الأمريكية. كلا، أي من هذه الأشياء لا يعد دقيقا. في العام 2016 ما حدث هو أننا رأينا باراك أوباما الذي قام باتهام منافسه ترامب بمسألة التورط، وأن فلاديمير بوتين قد تدخل بالانتخابات. تلك كانت تقييمات مجتمع الاستخباراتي على يد برينن بناء على طلب أوباما. هذا هو التدخل الحقيقي بدلا من التدخل بالانتقال السلمي للسلطة. دونالد ترامب غادر المنصب في عام 2020 ولم يكن آنذاك هناك أي مشاكل بالنسبة لانتقال السلطة التنفيذية من العام 2000. أنا أتحدث معك عن هذه الممارسات مع رئيس بايدن. حينما نجح بايدن في الانتخابات لم يعترف ترامب بذلك، شكك في النتيجة، حدثت أحداث الكابيتول وهناك تحميل له المسؤولية في هذا الأمر، ثم بعد ذلك لم ينتظر خلفه في البيت الأبيض ليسلمه مقاليد الحكم. يعني هذه ممارسات حدثت منه. كلا، الناس ودائما يشككون بنتائج الانتخابات. هيلاري كلينتون دائما شككت في انتخابات عام 2016. هناك أشرطة فيديو يمكننا أن نراها في كافة وسائل الإعلام الأمريكية، ليس فقط الوسائل الإعلامية اليسارية بل حتى الديمقراطيون، والمرأة التي أيضا كانت تقوم بالترشح لولاية لهذه الولاية. كل هذه الاتهامات تعد خالية من الصحة. لقد كنا قد شهدنا ما الذي حدث في انتخابات في مصر وكان هناك فيها مخالفات، وبعد ذلك أيضا شككت وزارة الخارجية بمدى صحة هذه الانتخابات. كانت تراقب وزارة الخارجية وفي عام 2020 وزارة الخارجية لم تقم بالاعتراف بنتائجها على أنها مشروعة. كان لابد لها أن تشكك بها بنفس الطريقة التي شككت بها. طيب، هنا هذه أمور داخلية، دعنا نذهب إلى السياسة الخارجية. هناك تصريح وقف أمامه الكثيرون لترامب وسبب حالة من الجدل الشديد داخل الولايات المتحدة وخارجها. ترامب قال إنه قد يشجع روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في الناتو التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عاد إلى البيت الأبيض. ألا ترى أن ذلك سيد سميث تصريح عجيب للغاية، وربما يؤدي إلى حرب أهلية، إلى خسارة للحلفاء أمريكا؟ نحن نتحدث عن تصريح شديد الخطورة. كلا، لا أعتقد أن دونالد ترامب يعتقد أن روسيا يجب أن تقوم بشن هجوم على فرنسا أو المملكة المتحدة. هذا غير صحيح. فهناك كثر من الأمريكيين الذين يعتقدون والأوروبيون بأن الناتو يجب أن يدفع حصته المنصفة. أي أحد يتحدث عن مسألة انقسام في سواء كان في أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا، أنها الولايات المتحدة التي كانت تدفع نصيب الأسد. لقد حان الوقت للدول الأوروبية أن تدفع نصيبها، بحيث لا يجب فكرة على أمريكا أن تغطي نفقاتهم، على أعضاء الناتو أن يدفعوا حصتهم المنصفة، نقطة، انتهى. هذه هي الفكرة، ولكن كيف عبر عنها ترامب؟ هذا ما أثار مخاوف الجميع. هو يقول أنه سيشجع روسيا إذا لم تدفع فرنسا، إذا لم تدفع لندن، إذا لم تدفع دول أخرى، اذهبوا لتحاربوهم. هكذا فهمت العبارة، لا تحمل معنى أكثر من ذلك. أعتقد أن هذا يجب أن يكون واقع الحال. لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بتغطية كافة المصاريف في أوروبا الدفاعية؟ ما الذي تفعله فرنسا من أجل الدفاع الخاص والمملكة المتحدة؟ رأينا كم ينفقون على الدفاع، لا شيء. الأمريكيون يشعرون بالغيظ بسبب إنفاق الأموال من جانب الانتاجون
وهذه الأموال يجب أن تنصب على دفاعاتنا، وكذلك ندفع عن دفاع الأوروبيين. هذا أمر يثير الحمق. لقد مر الأمر عليه فترة تزيد عن نصف قرن، وكل مرة تكون هناك أي مشاكل بالنسبة لأوروبا فلا بد أن ندفع عنها. على أوروبا أن تدفع نصيبها العادل. إذا لم تفعلوا ذلك فلا يمكنكم أن تقدموا لنا الفاتورة. هذا أمر سخيف. الخلاف ليس حول المشكلة، الخلاف حول طريقة ترامب في علاج المشكلة. انظر ماذا يقول. يقول سنشجع روسيا على ضرب من لا يدفع. هل هناك رئيس يمكن أن يقول هذا؟ هناك الكثير من الأشياء التي تحدث، ولا أعلم إذا ما كانت هذه الكلمات صحيحية. نعلم أن كلماته قد تم تحويرها من قبل وسائل الإعلام. أنا أؤكد لك أنها صحيحية، الترجمة لم تخطئ. غير لا، مما لا شك فيه بأنني أرغب بالاطلاع على مثل هذا التصريح. طيب دعني أعرض عليك صورة لا أعلم إذا كنت ستشاهدها أم لا، ولكنها الصورة التي التقطت له عام 2018 في يونيو حينما كانت هناك قمة مجموعة السبع في كندا. كانت هناك صورة للرئيس ترامب انتشرت بشكل كبير. هذه الصورة وكما نشاهد يظهر فيها ترامب، وبالمناسبة من نشر هذه الصورة هي أنجلا ميركل المستشارة الألمانية حينما كانت موجودة في سدة الحكم في ألمانيا. كانت هذه الصورة صورة تنم عن مواجهة صامتة ما بين ترامب على ما يبدو وبقية قادة مجموعة السبع. لا أعلم إذا كنت تتذكر هذه الصورة أم لا، كنت أود أن أرسلها لك قبل الحوار، ولكن أعتقد أنني وصفتها، ربما تتذكرها. أتذكر الصورة، لا أستطيع أن أراها، لكنني أعلم ما القصة التي تكمن خلف هذه. يبدو أن ترامب كان يلقي نكتة. هذه الصورة التي كانت تنحني فيها أنجلا ميركل على الطاولة، ولديها أيضا جون بولتون يقف في الزاوية، وكانوا يتحدثون كلهم عن نفس القصة بأن دونالد ترامب يقوم بإلقاء نكتة، والكل كان ينتظر اللحظة التي سوف يضحكون فيها على النكتة. هذا أعتقد من يتحدثين به. من يقول نكتة تكون وجوه من حوله تضحك تترقب، لكن ليست بهذه الصدمة. هذه وجوه مصدومة. لا أعلم ما الذي أقوله. لا أستطيع أن أرى الصورة التي نتحدث عنها، لكن نفس الصورة التي أتذكرها بشأن هذه الصورة، أتذكرها بصورة حقيقية. هذه القصة التي تم إبلاغها من قبل الأشخاص الذين كانوا موجودين آنذاك. إنها صورة عظيمة، ويبدو أن دونالد ترامب يبدو بمظهر بطل العالم، والكل ينتظر منه ما الذي سوف يدلي به، لكن القصة الحقيقية بأنه كان يدلي بنكتة. ربما أنت أدرى وفقا للمعلومات التي تقولها، ولكن دعني أسألك، بعد قليل سنكون في برنامجنا نناقش السمات النفسية والسلامة النفسية والعقلية للمرشح دونالد ترامب. هل تعتقد أن في تاريخ أمريكا حدث مثل هذا الجدل حول الصحة النفسية والعقلية للرئيس؟ تتحدثين عن جو بايدن؟ أتحدث عن ترامب. الحديث عن الصحة الجسدية ومسألة العمر يحيط ببايدن، لكن ترامب يتم الحديث عن صحته النفسية وسلامته النفسية والعقلية وفقا لتصريحاته. ليس هنا وليس في هذا المكان. حتى الناس في اليسار يتحدثون عن جو بايدن، وكذلك الذي بدأت صحته تدهور. لا أعتقد أن دونالد ترامب لديه أي مشاكل نفسية أو صحية. كنا قد رأينا ما الذي يفعله بايدن على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا أعتقد بأن ثمة مشاكل نفسية تعترض هذا الشخص. لكن من الواضح بأن نتحدث عن صورة مختلفة.
مختلفة وعن شخص مختلف. أعتقد أن الشخص الصحيح الذي يجب أن نتحدث عنه هو بايدن. عليك أن تريه كيف يمشي، كيف يقوم بالشعور بالنعس ويفقد التركيز. جو بايدن هو الشخص الذي يجب أن يطرح عليه سؤال إذا ما كان صالحا ليقود الولايات المتحدة. نحن ناقشنا هذا الموضوع فيما يتعلق بصحة الرئيس بايدن، ولكني أسألك عن الجدل المثار داخل أمريكا وخارجها. ليس من المعقول أن لم تكن قد استمعت إليه سيد سميث. هناك جدل حول بعض التصريحات التي تبدو غريبة للغاية، تبدو خارج المنطق والحسابات العقلانية في بعض الأحيان، بعض التصرفات التي تبدو تضع تساؤلات حول السلامة النفسية. والسلامة النفسية بالمناسبة لا تعني الجنون، ولكن تعني أن هناك بعض الأمراض النفسية كالنرجسية أو جنون العظمة أو ما إلى ذلك. هذه ليست مرتبطة بمفهوم الجنون. نعم، الناخبون وما يروق لهم بالنسبة لدونالد ترامب بأنه لا يبدو بمظهر سياسي المحض، فهو قد لا يبدو بأنه قد جاء من عالم السياسيين، بل يتحدث بصورة صريحة مثل ميليه في الأرجنتين. فهذه السياسة التي حظت بشعبية ولا يبدو مثل السياسيين، والناس يشعرون بالإثارة إزاء ذلك. كذلك أيضا في كافة أنحاء العالم يشعرون بالإثارة إزاء وجود شاب دينامي مثل سمو الأمير محمد بن سلمان في الرياض. لذلك فإن دونالد ترامب يتحدث ليس كسياسي بل كشخص دينامي. طيب دعني أسألك عن شيء. يعني ترامب وهو يتحدث في خطاباته يبدو أنه ما زال يتحدث للجمهور الذي يدعمه، لا يبدو أنه يقدم خطابا لذلك الجمهور الذي لا يريده، وهذا في أي معركة انتخابية لابد أن يكون أمرا حاضرا لدى أي سياسي، أن يكسب من يقف ضده. أعتقد أن دونالد ترامب على حد فهمي بأنه من خلال استطلاعات الرأي فإن أعداد الأصوات التي حصدها ترامب في المجتمعات، كما تعلمون أن قاعدة التصويت هي كبيرة بالنسبة للجمهوريين. أعتقد أن هناك مجموعة من النساء اللواتي صوتنا في ترامب لم يصوتن له في عام 2020 وكذلك في العام 2016. لذا فأنه بات يحظى بدعم من شريحة واسعة لا تشجع عادة ولا تؤيد الجمهوريين. أعتقد أن حملة ترامب قد أبلت بلاء عظيما وسهلت بالنسبة لهذه المواجهة. الناس يشعرون بالخوف والقلق والغضب إزاء الأشياء التي فعلها بايدن، وبالنسبة لفتح الحدود والتضخم ومشاكل غيرها، مما قد يجعل عمل ترامب أكثر سهولة لجذب المزيد من الناخبين بالمقارنة مع 2020 و2016. من موقع المدافعين عن ترامب من ساوث كارولينا لثميث الكاتب والصحفي، شكرا لك. سنحلل بعد قليل في خارج الصندوق أقوال ترامب وأفعاله مع طبيب مختص بعد الفاصل. In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. ونحن أيضا نضحك بأثر رجعي. هذا الخطاب طبعا ينم عن تواضع شديد، يعني خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من عام 2018. يعتبر إدارته الأكثر كفاءة في تاريخ الولايات المتحدة. اللافت أن ترامب واجه ضحكات الحضور بالقول لا بأس، يعني بدأ واثقا من نفسه لدرجة أنه لم يأبه بأي ردود لما حدث. نحن أمام حالة نادرة في تاريخ أمريكا، بات الحديث عن الصحة والسلامة النفسية والعقلية للمرشحين موضوع بارز وبشدة في هذا السباق.
طبعا كلا المرشحين يتبادل الاتهامات، كل منهما يقول أن الآخر غير قادر على ممارسة مهامه إذا ما عاد إلى البيت الأبيض. العمر، الكفاءة العقلية، بات هذا الحديث يتصدر المشهد الانتخابي الأمريكي في 2024 بشكل لا يتصوره أحد. بايدن الذي كان واجه اتهامات بمشكلات تتعلق بالذاكرة أو بالصحة، وهو ملف رئيسي طرحه معكم زميلي طاهر بركة في خارج الصندوق، نحن اليوم سنطرح من جانب ترامب الحديث عن قدراته الذهنية والعقلية والتشكيك في سلامته النفسية، إصابته ببعض الأمراض النفسية. هذا الموضوع سيكون معنا في خارج الصندوق، وينضم إلينا الآن من القاهرة دكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي. مرحبا بك دكتور معنا على شاشة العربية وفي خارج الصندوق. حضرتك من الأطباء النفسيين الذين حللوا شخصية ترامب. من المفيد أن ننظر إلى شخصية ترامب من المنظور النفسي من الموقع الذي تشغله حضرتك، تفضل. أهلا أستاذ رشا، أهلا بيك. أهلا بيك دكتور. هو ترامب من زمان، وكتير من المؤسسات وعلماء النفس والأطباء النفسيين مهتمين إن هم يتعرفوا على معالم شخصيته، لأنه ظهر بطريقة فيها نوع من التطرف والاندفاعية والتهور والتناقضات الشديدة في تصرفاته، والعنصرية والفاشية والنظر إلى المهجرين وإلى المجموعات الأقليات بالذات من المسلمين نظرة فيها نوع من الفاشية أو العنصرية. فبدأ الناس يتخضوا أنه هذه الشخصية كيف تحكم الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ أن هناك خطر شديد في وجود شخص زي ترامب في هذا المنصب الرفيع والمنصب المؤثر جدا. وده خلى واحد زي جون جارتنر وكمان كاري بارون يبدأوا يتكلموا عن انه يعني ترامب عنده ما يسمى اخصائيون نفسيون او اطباء نفسيون اساتذة علم نفس، دول علماء نفس. يعني جون جارتنر ده في جامعة جون هوبكنز، وكاري بارون نزل المقال بتاعه الدراسة بتاعته في موقع سايكولوجي توداي، وده موقع شهير بينزل عليه حاجات لها قيمة، ومراكز أبحاث كثيرة أخرى. يعني حضرتك كتير أو المؤسسات بدأت تدرس شخصية ترامب. هم قالوا أو يعني موجز الكلام أنه لديه ما يسمى بالنرجسية الخبيثة أو المالجنت نارسيسم. الخبيثة، نحن نسمع مفهوم النرجسية، لكن ما الذي يعنيه، ما الذي تعنيه النرجسية الخبيثة؟ إن هي خليط من اضطرابات شخصية متعددة، يعني فيها سمات نرجسية عالية جدا، وفيها سمات من الشخصية البارانويا، وفيها سمات من الشخصية الهستيرية، وفيها سمات من الشخصية المضادة للمجتمع أو الشخصية السيكوباتية. ناخد مثلا السمات النرجسية اللي موجودة في شخصية ترامب حسب ما هم رصدوا. يعني أنه هو مهتم بنفسه جدا، متمركز حول ذاته، يسعى دائما لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب أي قيمة أو أي شيء، لا يشعر بالآخرين ولا يتعاطف معهم ولا يهتم بهم، كل ما يهم هو مصلحته الشخصية. يشعر أنه متفرد، وأنه يعني لم يرد مثله على وجه الأرض قبل ذلك، ولن يأتي مثله بعد ذلك. يمكن دي الكلمة اللي كان في الأمم المتحدة، أن إدارته هي أفضل إدارة. يبدو بقى في شياكته، لبسه، اهتمامه. ولكن دعني أقول شيء دكتور، يعني أنت تعلم يعني وفقا لتحليل الشخصيات السياسية، من يتواجد في السلطة دايما يعني يكون لديه شعور بالذات وأنه قوي، والسلطة تمنح صفات كثيرة للشخص، يعني حتى يقال إذا أردت أن يعني تختبر أحد امنحه السلطة. السلطة تغير ترامب وغير ترامب. ده صحيح، وده أنا كنت في مؤتمر
المؤتمر الجمعية العالمية للطب النفسي في سنة 2005، وكان بيحاضر بروفيسور كبير اسمه ستينفيلد، أوتو ستينفيلد. فقطع المحاضرة وتوقف قليلا وقلع النظارة وقال سيشهد المجتمع البشري انتشار كبير للاضطرابات الشخصية، والسبب كما ذكر أن قادة العالم عموما يعني لديهم الكثير من اضطرابات الشخصية. وفسر ده، قال أنه السبب أنه من يستطيع أن يصل عن طريق الآليات الديمقراطية أو غير الديمقراطية يصل إلى قمة السلطة لابد وأن تكون لديه بعض الصفات السيكوباتية، أنه يقدر يناور، أنه يقدر يخادع، أنه يقدر يكذب، أنه يقدر يعني لا يشعر بالذنب تجاه الآخرين. هذه هي سياسة يعني. عنده الصفات النرجسية اللي احنا اتكلمنا، وصفات البارانويا اللي احنا قلنا عليها. فيبدو أنه الآلية التي تسمح للوصول إلى أعلى السلطة تنتقي مجموعة من الناس، وده يمكن شايفينه الأيام دي في قادة العالم والمشاكل التي لديهم. طيب دعنا دكتور نستعرض بعض المواقف لترامب لنفهمها من الناحية النفسية. ترامب كان دائما يستغل هفوات الرئيس الأمريكي الحالي بشكل كبير، وكان يستخدم بعض التعبيرات التي كانت توصف بالتنمر. يمكن أن نستمع ونعود لحضرتك. And then there's a stair right there, right? Then he starts. And then Secret Service, by the way, Secret Service, but they're incredible people. So one of these beautiful, handsome, smart, intelligent, you know, with far greater IQ than he had when he was 45. They're much smarter than he was. You know, it's always lousy when Secret Service is smarter than the president, okay? So, but the Secret Service always runs up, grabs him, and leads him off. دكتور، هل ربما ترامب يريد أن يظهر بمظهر يعني خفيف الظل، كما يقال يعني بالمصري دمه خفيف أو باللبناني مهضوم، يعني يريد أن يكون مقبول لدى الجمهور فيظهر بهذه الدعابات مثلا؟ هو كده فعلا، يعني هو خفيف الظل ولديه القدرة. طب ما ده عيب ليه؟ يعني لطيف إن الإنسان يبقى لطيف وخفيف الظل. ولديه القدرة على استمالة البسطاء وإن هو ياخدهم لصفه بطريقته. هو لديه كاريزما، لا شك إنه لديه كاريزما وله جمهور كبير في الولايات المتحدة. هو ترامب يعادي أكتر العلماء والمثقفون، لأن دول بيقدروا لديهم العقل النقدي اللي يستطيع أن يفهم هذه التركيبة النفسية المتناقضة والمتقلبة والمضطربة والخطرة في نفس الوقت. لكن عموم الناس، وخاصة أن ترامب بما يمثله بقى من الإحساس بالعظمة والإحساس بالسلطة والسيطرة والكسب المادي الكبير والبراجماتية الشديدة، ده بيتوافق كثيراً مع الشخصية الأمريكية. الأمريكان بينبهروا جدا بالشخص المسيطر القوي المتألق الواثق من نفسه المغامر المخاطر الكاوبوي. فهو يتوافق كثيرا مع يعني استمالات نسبة كبيرة شعبوية من المجتمع الأمريكي بهذه الصفات التي نقضاها الشعبوية والاستمالة والاستثارة للنزاعات العنصرية، أنه أمريكا ستصبح سيدة العالم. هم حتى بيقارنوا ما بين ترامب وهتلر، فبيلاقوا أن في نقاط التقاء كثيرة. يعني هتلر كان لديه نزعة عنصرية، ترامب لديه نزعة عنصرية. هتلر كان لديه نزعة فاشية تجاه اليهود، ترامب لديه نزعة فاشية وعنصرية تجاه الأقليات والمهاجرين والمسلمين.
هتلر. هذه وجهة نظر من ناحية التحليل يعني النفسي، نحن بالتأكيد نتحدث من المنظور النفسي، لكن ربما للسياسة حسابات أخرى. نحن فقط نحاول أن نقترب إلى بعض الشخصيات السياسية من هذا المنظور. من القاهرة دكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، شكرا دكتور لمشاركتك معنا في خارج الصندوق. وبعد الفاصل، هل ستشهد غزة هدنة قبل رمضان؟ سؤال نطرحه على ضيفنا خارج الصندوق بعد قليل.